وصلنا لفقرتنا التالية. صوموا تصحوا قاعدة صحية مهمة في رمضان، حيث بيّنت الدراسات العلمية أن الأفراد الذين يتناولون طعام في شهر رمضان باعتدال تنخفض عندهم نسبة الكوليسترول والدهون والسكر في الدم. ما الإسراف في تناول أنواع الحلويات والأكلات الدسمة بهيدا الشهر يمكن يؤدي لحدوث العديد من الاضطرابات الهضمية. لحتى نحكي أكثر عن أغلب الاضطرابات الهضمية يلي بتصيب كل الناس خلال فترة الإفطار والسحور ومن خلال ساعات الصيام، خلينا نستقبل معنا الأخصائية التغذية ثواب الغبرة. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. وعليكم أكرم، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يالي. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. يعني بوجودك معنا لليوم رح نحكي عن أغلب المعتقدات الخاطئة أو الشائعة اللي بتكون حول الصيام والتغذية، ورح نبلش بأول معتقد هو وجبة الإفطار اللي كثير من الأشخاص بيعتبروها 3 بـ1، يعني 3 وجبات بوحدة. قديش هذا الحكي صحيح؟ لا قديش هذا الحكي غلط إنه يكون 3 بـ1، إنه هذا الموضوع تبعنا هي إنه جسم قاعد صايم 16 ساعة، مرتاحة المعدة، جهاز الهضمي، فرصة للجهاز الهضمي ينظف سمومه، فجأة بساعة واحدة بده يفوت على المعدة، بده يفوت أكثر من 3 كيلو 4 كيلو جرام أكل مختلف الأنواع. ونحن بنعرف قديش بقواعد التغذية الصحية قديش مهم يكون الأصناف سمبل، يعني يكون مثلا مرة وجبة بروتينية، مرة وجبة فيها ألياف، مرة وجبة فيها الخضروات والأمور هاي، كلها بدها تندمج مع الدسم، مع الأمور، مع الحلو، مع هالقصص هاي. فبصير عندها اضطراب بإفراز العصارات الهضمية، يعني جسم بده هلا يروح يفرز شيء للبروتينات، بده يفرز شيء للدسم، بده يقسم، فبتصير بتتلخبط الأمور كلياتها ببعضها البعض، ويتحول الصيام من نعمة للقمة، فهذا الفكرة الأساسية. بتلاقي عالم نحن جايين ننزل وزننا برمضان، بتلاقيهم على العيد دابلين 5 كيلو جرام، متوسع حجم المعدة بسبب إنه بده يفوتوا العصير وبدهم يفوتوا الأكل. وهلا قديش عم بحكي قديش إنه هلا بدنا ندير بالنا من العصاير، حتى لو كانت طبيعية، إنه ما تيجي فرد دفشة أول شيء، لأنه هي كثير مؤذية للبنكرياس فجأة، مثل كيف الواحد طالع من الحمام فات قعد قدام مروحة، نفس الشيء البنكرياس وقت بيشوف لاقي نسبة سكريات عالية بالعصير حتى العصاير الطبيعية، فبيعمل شوك للبنكرياس. فهينا ننتبه عليها. أنا مو ضد فكرة العصير الواحد يبريقه بالمي بشوية تمر، هي أفضل سكريات، هي فترة المغرب هي التمر، لكن مو إنه فردجة هو حط يتمي على البريق حدا يفيقني لأي يتمي من عنه. فهذا الفكرة الأساسية إنه كرع وسوائل وملزة وطاب، وأنا هلأ معتي سوائل وبدي هلا فوت كل الاصناف، بدي ذوق من هي من هي ومن هي. حتى هلا نصيحه لستات البيوت يعملوا صنف واحد او صنفين، يعني هاي الاصناف هاي بدي ذوق هي وبدي ذوق هي وبدي ذوق هي، هي بتعمل تخمه بعد ساعه، بتحسي حالك انه الاكسجين حتى للدماغ نقصت. نعم. فبصير يعني عندك يا ارتخاء عضلات وهالامور هيك، حتى نحن طبخاتنا هيك طيب فيها دسم وطيب كثير فيها دسم وكل شيء محرومين منه السنه، نتذكر من إلا لأمهاتنا ساوينا يا على طبق رمضان، يعني صفرة رمضان حلوة الصفرة المتنوعة بس بفهم، يعني ما نتجاوز 5 أصناف، 6 أصناف هاي بتلاقيها كتير مفرودة. وخاصة نحنا في عنا مشكلة إنه نحنا ما بنعرف نعمل تجانس صحي، يعني نحنا عنا أكل مثلا مثل الأكل اسمه الشاكرية، قديش طيبة وظريفة وصفرة رمضان موجودة يوم أي يوم لا، يعني البروتينات هضم الطريقة بتنهضم، غير اللبن غير النشا، لبن مادة رائعة جدا، دخول النشا معها بيعملوا عواض، ما يكون ينحف بيصير بيسمن. فالفكرة الأساسية بعدها بتشربي مي بشكل نسبة عالية، فالقصص هي كلياتها. أنا مو جاي أعلق على طبخة معينة، بس السنبلة يعني بالصفرة لازم ثواب نحن نقول ونخبر السيدات لحتى يعرفوا شو هي الأكلات اللي بتضر وشو هي الأكلات لا. خلينا نحكي بنقطة، يعني دائما نحن خلينا نحكي بالعامية منخبص على سفرة رمضان ومناكل مناكل مناكل الدهون والقصص والحلو بعدها، فمنوصل لمرحلة الكولون بينتفخ، تخمة بتصير كتير عالية، ورياضة للمعدة بتتمدد يعني ثاني نهار تقلب بدها صحن ونص، ثالث نهار بدها صحن تماما، بصير حجمها أكبر. ولكن قديش غلط إنه نحن نخلص فطور ونخلص الحلو ونخلص الفواكه ونخلص المشاريب ونحط راسنا وننام، لأن انه الواحد ما بقى فيه يمكن يفتح عيونه بعد كل هالاكلات. قد ايه خطا هي هلا الحمد لله في عنا صلاه التراويح، هلا حتى لو ببيوتنا فيها حركه شوي وهلا بتهضم لك الامعاء، بس القصه هلا انا حاعطي قواعد بسيطه. هلا انا اذا كان الوجبه حيكون فيها نشويات، حتى ما ننظر على مرضانا، حيكون فيها نشويات، حيكون فيها بروتينات وبقوليات، وحيكون فيها مواد دسمه.
هلا انا بقول الشيء الصح بعد اي وجبه انا بحب باكل باعتدال، يعني بحس طريقه قبل ما اشبع بشوي اقوم اترك شيء لنفسي، هي اهم شيء، سلسوني طعامك، سلسوني شرابك، سلسوني نفسك. هلا الفكره الاساسيه بعد ما انا اقوم فورا بحط شويه خل بفنجان مي بكسر فيها امتصاص الماده النشويه، يعني انا مثلا بده يمتص عندي جسمي او بده يحلل الجلوكوز وهالامور هي بالاثني عشر، الخل التفاح بالذات بيقلل امتصاص الماده النشويه بمنطقه الاثني عشر، فانا بخفف العبء النشوي للوجبه اللي اخذتها. يعني بعد الاكل بكاسه مي؟ فنجان قهوه مي بكسرها بمعلقه خل وبيشربها، حتى ما نزعله طعم التمه، يعني يشرب كمان كاسه خل ما حيزبط معي كثير، انا انسانه واقعيه اكثر مما انا بدي اعطي بس نصائح. هلا الشيء الثاني نحط بالسلطه دبس الرمان مشان نسرع عمليه هضم الماده البروتينيه والبقول. الشاي الاخضر لشيء اسمه تسريع عمليه هضم الماده الدسمه، فاول شيء بتصير عندك تجانس الاستحلابي بالبطن اقل حجما، يعني انا بوصل لمرحله احيانا بعد المغرب متضايقه من الاكل اللي اكلته والشرب اللي شربته باخذ ساعه لتطحنه معدتي ويهدي شوي البطن. هلا هي بتسرع عمليه هدايه البطن حتى ما يصير عندي اياها كتم النفس بمنطقه الجهاز الهضمي، لانه كثير مهم يكون في فراغ بمنطقه المعده حتى تنفرز الماده الهاضمه وتهضم صح. بعد ما نخلص هالاشياء هاي كلياتها انا وشربت الشاي الاخضر وهالامور هاي، مو غلط نزق السفره ونساعد اهالينا حتى امهاتنا واقفه على رجليها من الصبح حتى تحضر لنا اياها، نتحرك معها حتى لو كنا رجال، حتى لو كنا هالامور هاي، نشارك الحركه، مو ضروري انا اقول لك بيسبول رياضه وروح على الجهاز الرياضه تبعك وامشي وهالامور هاي، الحركه كثير لها علامه بعد فتره المغرب، بتخفف التخمه، خلصنا هيك روح على صلاتنا هالامور هاي كلياتها، لا يصير نوم مباشره، حتى لو حس الانسان ارتخى عضلته، اذا حاس ارتخاء كثير عالي حلو كثير ينحط بالشاي قرفه، فورا بينشط العضل وبتحسوا حالكم انه لا اتنشطوا وركزوا. طيب. هي الامور. ثواب، كثير من الاشخاص بيربطوا موضوع الصيام بشيء اسمه الصيام المتقطع، وبينصحوا يمكن في بعض اخصائيين التغذيه عم ينصحوا فيه، خلينا نحكي اول شيء شو الفكره اللي بيقوم عليها الصيام المتقطع وايمتى بينجح معنا؟ بينجح معنا اذا صار في عندنا سحور صح. لانه الصيام المتقطع هلا نحن هيك حنعمله 16 ساعه بينخفض مستوى سكر الدم داخل العضلات، فالخلايا الجسميه والخلايا عندك اياها ما عندها غير الماده الدسمه تقطع منها، لكن انا اذا طول مالي عم بتنقرش مانا بحاجه جسم انه يفوت على الخلايا الدهنيه ويحرق منها، فلذلك نحن كثير بيهمني امر الصيام المتقطع هلا حيطبق برمضان، لكن النجاح فيه الصح اذا كان السحور صح. فأنا حاعطي مثال على سحور صحي ينجح الصيام المتقطع، هو زبدية لبن بنحط معها خيارتين، إما تبرشيها أو لا أو بتاكليها لحالها معها، وبتنحط معها معلقة صغيرة بزر كتان ومعلقة كبيرة كمون. هي الأكلة هي مالئة بتضلي لآخر لحظة بالمغرب، لا جوعانة لا تعبانة لا عطشانة. النقطة الثانية ما في عندك فيها كثير إنه تكسر هذا الوجبة اللي أخذتها أنا مثلا بين 8 المساء أو 7 ونص المساء. بزر الكتان سوري، بزر الكتان بده يكون مسلوق أو مطحون؟ يعني هلا جابوا البزر دقوه بالهواء ونزلوه فورا مشان ما زيت الطيار يكون رايح. فالفكره الاساسيه اني انا هاي الوجبه هاي حطيتها عندك اياها مع وجبه المغرب اللي انا اكلت فيها مال الزبطه باعتدال، بتطبق لي فكره الصيام المتقطع باسهل الامور، وبلاقي حالي فاقده 5 كيلوغرام على فتره العيد وبكل سهوله، وانا اكله وقايمه وحاطه وكل اموري. الشيء الثاني بدي انبه على ساعه المشي قبل المغرب، حكينا انه الانسان بفتره ساعه المغرب ما عاد في سكر كثير بالدم، السكر بحدوده الدنيا، هلا العضله اذا مشيت او عملت اي حركه فهي حتفتح على الخلايا الدهنيه تحرق منها، فانا بقول هي الساعه هي تساعدي 3 ساعات مشي فيما سواها، فكثير اذا فكرنا عملنا هالقصص هي البسيطه هنلاقي حالنا كثير امورنا سلسه ومن اجمل ما يكون. هلا نحن مرقنا بايام ما قبل شهر رمضان المبارك، هي ايام الحظر في المنزل لحتى نتصدى لوباء كورونا وما يصيب ولا حدا اي مكروه، فكنا اوريدي قاعدين بالبيت وهلا ايضا في قاعده بالبيت وفي هلا بيزيد الاكل هلا على تماما نتفنن بالاكل، ولكن وقت بجد الجد بنلاقي المعده كبرت، صار عندنا كثير من الامراض الجانبيه المرافقه للقعده وما بنصير بنعمل رياضه والمي غلط، خلينا نحكي قديش غلط انه نحن عاداتنا الصحية أو الغذائية يلي عم نمارسها بحياتنا اليومية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك
الحلويات الزياده والعصائر الزياده، هدول اثنين خلينا عن جد نركز عليهم. اللي عم يدمروا صحيه الامور اللي حناخذها من سمر رمضان. السمرنجي والصوص والجلاب. هلا مثل ما قلتي، هلا مارقين بزمن بهمنا جهازنا المناعي يكون بالحدود العليا باستعداده. هلا الصيام هو معروف علميا وعالميا انه بيرفع اداء الجهاز المناعي، ما نخلي كاسه عصير انها هي ترجع تطالع لكل فرق يومين لقدام ويومين لورا. يعني برجع بقول العصاير يا جماعه نتعامل معها بفهم، حتى لو عصاير طبيعيه نسكب بكاسات صغيره مو دلق وكركع، لانه هلا الفكره الاساسيه البنكرياس بيصير معه تشوك. يعني هي كثير عم نبه عليها. النقطة الثانية بالنسبة لي، هلا الفكرة الأساسية الأكثر غلط عادي غلط برمضان عم يتم، إنه نحن بالنسبة لنا إنه هو التقليد كل رمضان بنفكر حالنا إنه بننسى شيء اسمه التغذية التنفسية. التغذية التنفسية برمضان هي اللي لازم تعلى. طب شو يعني هي التغذية التنفسية؟ رب العالمين عطانا قصة إنه نحن طول الوقت نكون لا أكل ولا شرب، يعني حتى الماء اللي هو المهم بحياتنا، يعني حتى الماء امتنع عنه، خلي الخلية تعطش. وقت أنت بتجيب لها المياه بزيادة وهيك فقدت صحية الصوم اللي نحن بنعيه. بفترة الصيام نعرف إنه في عنا تغذية اسمها التغذية التنفسية، يعني إنه معدة تهدى تصغر ويكبر القفص الصدري. هي أهم شيء كمان من أحد ثمار الصيام بشهر رمضان، إنه يعلى حجم قفصك الصدري على حساب حجم جهازك الهضمي. ولاحظي أنت حياة قلبي، أي إنسان بيعلى بطنه ببلش الشخير، ببلش أمراض القلب، ببلش الأمراض. نحن بالعكس عم يصير عنا. نحن بدنا ندير بالنا إنه أنت حتى لو جع بالك لا تاكله كله فردجة. يعني هاي الأمر هذا يعني كثير عنا مشكلة ببلادنا، إنه صفرة رمضان لازم تكون من هون لهنيك، لازم يكون نوع واحد، ما شوية تمر على السنة النبوية. النقطة الثالثة تاخد شيء يهضم بعدها، لأنه التخمة هي أكبر، يعني أول ما تشعر بتخمة وحدثت التخمة عرف إنك عامل شيء غلط بيومك. والتغذية التنفسية بنتمنى يكون التمرينات التنفس العميق اللي هي كثير بتعمل عندي إياها رفع لمناعة الجهاز التنفسي، وهي الأمور هي كلياتها بنغفل عنها بفترة رمضان. يعني سواب اغلب الاشخاص للاسف ما بيقوموا عن السفره غير بيقولوا ما عاد قدران اتنفس من الاكل. خلينا نحكي كمان عن موضوعين، كثير من الاشخاص بيقولوا انا بدي انحف خلال الشهر رمضان الكريم، ودائما بيقولوا شغلتين بدي امتنع عنهم هن السكريات والخبز، قديش هذا الشيء صحيح لنظامنا وشو البدائل اذا انا لازم امتنع عنه؟ على فكره انا من الناس اللي بشجع هالحكي هذا. الخبز مو هو غذاء اساسي، مو مثل ما كل العالم بيعرف انه هو قوت الشعب. انا الخبز بلاقي بس هو بيسبب سمنه، هو بيسبب كمان مشاكل كولون اذا بدك، لانه هو فيه عباره عن مواد جلوتينات الموجوده فيه والخميره والامور هي. انا بلاقيه هو اللي سبب بروز كل بطن الشعب العربي او الشرق الاوسط، لانه نحن بنعده انه هو المنبر الاساسي. وانا ما بلاقي ابدا هو، ما حنحكي مثل يعني ماري اكلوا كيك وكلوا، لا شمالا هو قوت الشعب اللي تعود عليه. بس نحن مو شيء يعني نعرف شغله انه مو احيانا الشغله اللي متعودين عليها هي شيء صح. طب الخبز الاسمر بديل يعتبر؟ لا شوفي، انا شوفي ايش فكرتي بالاسمر. الاسمر هو نفس السنبله ونفس القمح، كل ما هنالك اليافه اعلى فهو ما هنالك اني عم يقلل الامتصاص النشوي وبتزودي الحركه الدوديه للامعاء. في ناس بتنتخب من الخبز الاسمر، يعني مو الكل احيانا بيناسب الخبز الاسمر، كمان كل الناس. هلا انا مع الخبز اللي خميرته اقل، لانه الخميره مثل ما بنعرف هي بتنفش، وانا البطن بدي اياه يقل بروزه قد ما فينا. مو غلط شويه بروز، رب العالمين خلق البطن للبروز شوي. انا مو مع البطون المسطحه اللي بيورجونا اياها بالمجلات وبالهل بالهي، لانه رب العالمين خلق هذا الامور بده يمر عليه شيء. وفي هذا في بصير تخمرات، في عنا عمليتين بتصير بالجهاز الهضمي، عمليه الهضم وعمليه التخمر. فهذا الشيء اذا ما كان في عندي فراغ شوي يفتح البطن عليه ويسكر وهالامور هي، هذا شيء غلط يعني. لكن الفكره الاساسيه مو كمان يصير خمسه وصوفه يعني. فهي الفكره اللي يهمني امرها، الخبز هو السبب الاساسي لتشكل البطن بشعوبنا. فانا مع الانسان يتعود ياكل حف. السكريات خاصه السكر الابيض، كمان الهجوم على المحليات الصناعيه، فكر المحليات الصناعيه انه هي امنه وسيفتي، هي كثير لها مشاكل بالكلى ولها مشاكل بالقصص الثانيه. الشيء الثاني هو تدريب للحليم الذوقي. انا مو مع يعني انه الانسان يقطع السكر نهائيا،
لكن انت تتعود على تركيز قليله منه. يعني هي رياضه بالاول والاخير، انت تعودتي على كاستين معلقتين سكر بقلب كاست الشاي، وقت بتيجي بتلاقي معلقه ونص بتلاقيها دلعه لانك دربتي الحليم الذوقي على هذا الشيء. تعودي على ربع معلقه، تدريب شوي شوي بينسحب هذا الموضوع، شوي شوي بتصير عادي، فبتحس حالك انك حتى روح السكر روح الطعمي. فهي الفكره الاساسيه هي. نعم ثواب، خلينا بس شوي نحكي لكل المشاهدين الصايمين يلي بيعانوا من مرض السكري او يلي بيعانوا من مرض القلب، خلينا نحكي شوية النصائح والتغذية الصحيحة وخاصة خلال الإفطار. هلا إذا دكتوره سمح له بالصيام، أهم شيء مريض خاصة كبار السن يعني كثير بيصروا إنه معه سكري بتجاوزوا النصيحة يعني. أنا بقدر إنه الصيام متعة الله لا يحرمنا منها، بالفعل سعادة الإنسان اللي عم يفطر مو وقت بيتفرج عليه المريض وهو عم إنه ماله صايم بتحسيه محروم من أي من شيء معين، أنا بقدر هاي القصة هاي، لكن طبعاً بس بنمشي على نصائح الطبيب أولاً. إذا سمح لمريض السكري أن يصوم، أول شيء بده يعمل حسابه إنه ياخذ شيء ما يسرع له ارتفاع السكر بالدم ولا يخلي شيء على اخر المغرب يهبط سكره. فالفكره الاساسيه اهم شيء هي اسمه موازنات السكر بالدم. احسن شيء لفطار لسحور المريض السكري انه يكون يحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم. الكالسيوم مثل المنظم تبع الكهرباء تبع البراد، لا بيخلي السكر العالي يضرب العصب ولا بيخلي السكر الواطي كمان يضايق الجسم، لانه هن بينتقلوا احيانا بادويه سكريون من 400 ل 60، فبتلاقي العصب انضرب. فهالامور هي كلياتها. نعم. اي وجبه غنيه بالكالسيوم بفتره السحور، ان كان بياض البيض او اللبن او البزر الكتان مع شويه ماده نشويه فيها الياف، بتفيدهم بتنظيم نسبه السكر لطول النهار. نعم. يعني معلومات كثير اخذناها من حضرتك ثواب الغبره اختصاصيه التغذيه، اهم نصيحه ركزت عليها انه ما تقوموا عن السفر وانتم متخومين، يعني اتركوا فراغ. شكرا كثير لك. 100 الف سلامه.